الكلمات اللي قالهم المهندس عدلي. في ظاهره الحقيقه في المحللين ووقف فيها عند لعيبه مشيت من النادي الاهلي او جم للنادي الاهلي من نادي الزمالك، لعيبه كبار. احد هؤلاء اللاعبين قابلته في ابو ظبي في مباراه السوبر، فكنت ملاحظ انه واخد موقف في الفتره الاخيره من الاهلي، هو جه من الزمالك للاهلي، فبقول له ليه كده؟ قال لي ما هم شغلونيش، رحت للكابتن فلان كان مدير قطاع الناشئين طلبت عشان اشتغل، قال لي ما فيش اماكن دلوقتي، واتصلت بالكابتن فلان مدير قطاع الكوره ما ردش عليا على التليفون. من وقتها وهو قلب. ودي نقطه يا جماعه، مسائل شخصيه اخويا، انا بهمس بيها في الكباتن الكبار اللي بيبطلوا. الاهلي او اي نادي صعب يستوعب كل ابنائه وكل لاعبيه في العمل في قطاعات التدريب والاداره المختلفه. انت في النهايه محكوم بعدد ومحكوم باعتبارات كتيره جدا، فمش معقوله ابدا خلط الخاص بالعام الى هذا الشكل. الجمهور ذكي جدا، الجمهور بيتابع اليوتيوب كمان بيحتفظ بكل حاجه، فبالتالي الراي الفني علشان يبقى راي سليم يفيد حتى وينمي شخصيه المحلل ويخلق له دور مهم جدا يقدمه في خدمه اللعبه نفسها وخدمه نفسه، انه يبقى متحلل ومتحرر شويه من اي اثار او اي تاثيرات لعلاقه عمل موجوده او غير موجوده. نتمنى ان ده يكون موجود. على العكس يمكن الكابتن احمد مجدي اتربى في النادي الاهلي وراح نادي الزمالك، كان راح تجربه احترافيه في باوك اليوناني، واعتقد انت كان ليك دور في ان الاهلي ياخد حق رعايه من النادي اليوناني للنادي الاهلي، وجي لنادي الزمالك بعد كده. سالوا الزميل العزيز عمر ربيع ياسين في قناه النهار عن الفرق بين الاهلي والزمالك، احمد مجدي كان رايه مهم. الاهلي والزمالك لعيبه قليله اللي لعبوا فيه، سواء الاهلي او سواء الزمالك، حتى في قطاعات الناشئين انت لعبت في الاهلي في قطاع الناشئين وبعد كده سافرت احترفت ورجعت تاني على الزمالك ولعبت في الاهلي فريق، فانت بسم الله ما شاء الله عديت بمحطات كتيره جدا يا احمد، فانت تقدر تقول لي بسهوله الفرق بين الاهلي وبين الزمالك؟ بص، الاهلي ما فيش حته انسانيه، يعني بمعنى ايه؟ هو كده، عارف يعني مثلا ايه، يا هتعمل كده يا هتعمل كده، مفيش اختيارات. في الزمالك لا، عندهم الحته الانسانيه شويه موجوده، بمعنى اما تيجي مثلا تمشي من النادي الاهلي انت هتروح حته كده، يعني اما انا مثلا جالي اعراض في النادي الاهلي يا هتروح النادي ده يا مش هتروح مثلا، دي مثال صغير يعني فاهم. عندهم هم الموضوع اللي هو الاكشن، مفيش فيه هزار، هو مصلحه النادي الاهلي ثم مصلحه النادي الاهلي ثم مصلحه النادي الاهلي. طب مش حاجه وحشه؟ مش حاجه وحشه، انا ما قلتلكش حاجه وحشه، هي حاجه احترافيه بحته، بس احنا في الاخر مصريين، يعني عارف الكلام ده في اوروبا اقول لك ماشي، لكن نادي الزمالك عنده شويه اللي ممكن يجي معاك انت مثلا، انت انا عندي مشكله، انا عندي حاجه، فممكن يبدا يسمع منك او يبدا يبقى فيه شويه ايه، عارف ليونه يعني، موضوع الليونه شويه موجود. دي حاجه انا حسيتها جدا جدا في نادي بين الاهلي والزمالك. الاحترافيه في نادي الاهلي اعلى، يعني احترافيه في النادي الاهلي اعلى كمنظومه احترافيه. الزمالك فيها يعني كان في، اما انا كنت بلعب في الفتره اللي كنت بلعب فيها كان في دفاعات كتيره وكان في مشاكل كتيره، فانا عشان كده هو بس يعني طبعا هو عبر عنها بان الناحيه الاحترافيه، بس على فكره هو ما قالوش حاجه احنا قلنا لازم تعمل كده خالص. هو الكابتن احمد مجدي بس اختلط عليه الامر، اسمه احمد ايه الوكيل الزملكاوي، المهم جالي قال احمد سويلم، احمد سويلم احنا عايزين كابتن احمد مجدي جاي له عقد احتراف. قلت له طب ده اخر سنه له في الناشئين واخر سنه له في عقده، طب ما هو لو مشي السنه دي هيبقى فري، فتعالى. قال لي هو اصله مش هيعمل حاجه، هو طالع تجربه معايشه، وكتبنا ورق طلبت منه يجيب لي ورقه من النادي اللي هو رايحه باوك اظن، مش فاكر كان نادي ايه، وقلت له لازم يكتب ان هو لن يتعاقد مع اللاعب الا من خلال الرجوع للنادي الاهلي، لان ساعتها هيجي هنمد له عقده وهيعمل نوع من الارتباط، هيروح يجرب نفسه وبعدين يرجع النادي الاهلي. معرفش بقى، يمكن احمد سويلم ما قالوش الكلام ده،
لكن النهاية... الجواب لا معلش لا ما انا اللي جاي هو اللي بيشرح كل حاجه. الجواب عندنا في النادي الاهلي ما قلنالوش لا، قلنا روح بس وانت بتتفاهم بقى ترجع للنادي الاهلي عشان نتفاهم مع بعض ازاي يطلع وازاي نحتفظ باللاعب معانا اطول. وهو كان من اللعيبه اللي هم في منتخبات الناشئين. ايوه مواليد 86 انا فاكر. ففوجئت ان احمد سويلم عشان يوفر فلوس او خد فلوس عشان يعني يوديه بطريقه غلط فوداه بطريقه غلط من النادي الاهلي. رفعنا قضيه وجبنا من وراه حوالي 400 الف يورو تعويض للنادي الاهلي. فدليل ان 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 هو ما مشيش بطريقه صح من النادي الاهلي قد لا يكون مسؤول عنها. ولما رجع ما رجعش على النادي الاهلي، انا مش متذكر رجع على النادي الاهلي. لا ما رجعش. ما اظنش رجع على النادي الاهلي. ففكره ان هو الاهلي عايز يوديني حته غصب عني، لا ما كانش كده خالص الموضوع. الاهلي كان روح وجرب بس تعالى اتفق معايا ما تهربش مني. فكابتن احمد كمان فكره هو الاحتراف والنواحي الانسانيه في تعارض. لا طب ما هو ابو النواحي الانسانيه ما كان ماله جوسيه، لكن الى حدود القيم والمواقف والحقوق والمصالح. الاهلي بيراعي جدا الجوانب الانسانيه بس اللي ما توصلش هي الا حاله من الفوضى.